هذا مثل ما تشوفون ما شاء الله ولدت كهرباء مثل ما تريدون. أنا اسمي جبار الحمد من ناحية الزاوية. عملت وحدة قبل هاي وتعرضت للتخريب، فظلت مصر أن أنصب وحدة. الحمد لله هسه نصبت هذه ونجحت إن شاء الله الفكرة. ومثل ما تشوفون راح نشوفكم هسه عن توليد الطاقة شلون، وهذه هي قدامكم تشوفون شلون تفتر وجاهزة. بس تغرب الشمس راح نشوفكم الإنارة مالتها جاهزة مثل ما تريدون. مثل ما تشوفون عملتها من استكراب حديد، هذا شاش حديد عادية. عندي ويل مال سيارة، عندي هذا الريش قطع مال خزان، قصيت خزان فما بيها يعني فد شيء، كلها مواد بسيطة. والحمد لله قدرت اني انتج كهرباء بهذا الصحراء. ماكو شيء هين خلاص، يعني ما مستحيل تصل هين كهرباء. يعني قدرت ان نولد الطاقة الكهرباء يعني حتى بدونها، حاليا بدون بطارية، وتقدر تحط لها باتري 60 امبير وتقدر تخليها هيك يعني بس انارة من عندها مباشر، وتقدر تحط لها بطارية على يو بي اس تحول انت مثل تريد من البطارية مثلا 220، تريد تخليها دي سي، تريد تخليها اي سي، انت حر. كحاليا انا هسه رابط عليها الشمعة مباشر بدون لا بطارية ولا اي شيء، يعني مباشر من عندها، وتقدر تخلي لها باتري 60 امبير تشحن وكامل.